أشاد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباحة بما تشهد العلاقات التاريخية العميقة بين دولة الكويت وجمهورية الهند من ازدهار وتقدم مستمر على جميع الأصعدة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية الهند الصديقة التي عقدت في البلاد اليوم، وترأسها عن الجانب الكويتي الشيخ أحمد ناصر محمد بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد الله السلمان، في حين ترأس الجانب الهندي وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرمان مانيام جاي شنكار الذي يقوم بزيارة رسمية والوفد المرافق له إلى الكويت في الفترة من 9 إلى 11 من يونيو الجاري. وقال الشيخ أحمد الناصر إن هذا العام يصادف مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربا عن اعتزازه بمسيرة العلاقات وبما توصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة. من جهته عبر وزير الشؤون الخارجية في الهند عن عظيم الشكر والتقدير لوقوف دولة الكويت بجانب الهند وشعبها في مواجهة الظروف الاستثنائية التي شهدتها مؤخرا جراء تفشي السلالات الجديدة من وباء كورونا. وثمن الوزير الهندي عاليا مساندة وتضامن دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا عبر تزويد الهند بالأكسجين والمواد الإغاثية الطارئة، مضيفا أن هذا الموقف الداعم يعكس عمق الصداقة والعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين وقيادتيهما. وتناول الجانبان خلال الجلسة أطر تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وجمهورية الهند، واستعرضا كافة أوجه التعاون الوثيق والمتميز في مختلف مجالات الحيوية والهامة. وعقب جلسة المباحثات الرسمية تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند الصديقة بشأن التعاون في مجال استخدام العمالة المنزلية، ليبلغ إجمالي عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين 34 اتفاقية ومذكرة التفاهم، ما يعكس مدى عزم البلدين الصديقين على تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.